صباح الخير مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قرب مسجد الحسن الثاني. واللي من خلال هذا المباشر هذا غادي نحاول أننا نوصل لكم الأجواء من قرب مسجد الحسن الثاني. كيف ما كتشوفوا معنا المغاربة ديما ناشطين الحمد لله، كيجيو كيمارسوا الرياضة ديالهم في هذا المنظر الجميل وحدا البحر، يعني الانسان تيلعب الرياضه وتيشم هواء اللي نقي. فكنتمنى الناس كلهم يمارسوا الرياضه لانها مفيده ولو مره في الاسبوع، يعني من الحد لحد كما كتشوفوا هنايا. مرحبا. ايه اذا مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما كتشوفوا معنا اجواء جد رائعة هذا الصباح هذا. يعني شي حاجة زوينة انك تفيق مع الصباح وتجي تمارس الرياضة ديالك، هكا الانسان يبدل الروتين باش يقدر يبدا الاسبوع ديالو في العمل بواحد الطاقة وبواحد النشاط. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما لاحظتوا معنا في المباشر ديالنا اللي من خلاله حاولنا أننا نوصل لكم الأجواء اللي جد رائعة بالقرب من مسجد حسن الثاني. واللي هاد ليسباس الصراحة برافو الناس اللي خدموه والناس اللي وقفوا عليه وسهروا باش يصوبوا لنا واحد المكان اللي نقدروا نمارسوا فيه الرياضه، نقدروا نشموا فيه هواء نقي، نقدروا اننا نجلسوا ونستمتعوا بالمنظر الجميل قدام البحر والريحه ديال البحر. كنتمنى كاع الناس يجيوا لهاد البلاصه، هادي معروفه، هي بلاصه معروفه في مدينه الدار البيضاء، يعني مسجد الحسن الثاني. ما شاء الله زوين، وحتى الجوانب ديالو زوينه، وقدروا تستغلوا في الرياضه، في تجلس مع صحابك دوز وقيته زوينه. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، هنا غادي نودعكم في امان الله، حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.